هذا وقد أوضحت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تضع جودة حياة المواطن المصري كأولوية، وذلك بما يتماشى مع الهدف الأول ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة. لدينا خطة طموحة طويلة المدى ل 2050 بتتعدى حتى خطة المساهمات الوطنية اللي هي 2030. اثنين، ان كل شريك فيها. ثلاثة، ان القطاع الخاص جزء مهم جدا في الاستثمارات اللي الدولة بتضعها، وانه يستطيع ان نحصل لنوع من انواع الـ 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 التوافق ونوع من انواع ان الكل يبقى كسبان في مشروعات تغير المناخ. نمرة أربعة، ان المرأة موجودة في قلب هذه العملية، وان التنمية في قلب قضية تغير المناخ، لأن حاطين جزء للحوكمة، جزء لمصادر التمويل المختلفة، وجزء للعلم والتكنولوجيا.